مسقعه حمراء بالحمص. يعني انا عندي هنا بتنجان، انا كده طبعا بزود البروتين بتاع الحاجه اللي بعملها. انا عندي بتنجان مقلي وطماطم مقليه، وممكن انا اشويهم في الفرن. يعني عايز دي تشوي البتنجان ده في الفرن، حبه زيت كده على الصينيه من تحت ودنيا من فوق بالزيت، ودخلها الفرن حتى ايه هتتشوي. بس انا قليه قليه بتنجان وقليه بطاطس. هنعمل الصلصه بتاعته، اهم حاجه الصلصه بتاعته اللي هي عباره عن ايه، بصل وثوم وعصير طماطم والحمص مسلوق. حمص مسلوق يعني اجيب الحمص انقعه قبلها بيوم واسلقه. وصفه سهله ولذيذه ما فيهاش اي حاجه، مجرد انا مسقعه عاديه بتاعتي، بس انا زودت لها حاجه، بزود البروتين اللي فيها، بزود البروتين اللي فيها. اعمل لها صلصه وارصها عشان اوريك هنعملها مع بعض ازاي. هي مجرد ان انا بزود لها الايه، ممكن طبعا سمنه او زيت، بس بما انها مسقعه تبقى زيت. هي ممكن الفته كنت عملتها بالسمنه عادي. بس كده انا حطيت البصل والثوم مع بعض، يا دوبك يدبل كده، وهنزل عليه عصير الطماطم، هنزل معاه الحمص المسلوق عشان ياخد سوا تاني. قد ايه؟ كوبايه ونص حمص مثلا. ماشي. واحط عليها عصير الطماطم واسيبها تسبك شويتين، مش تسبك قوي، تسبك شويتين بس. شوية كمون. ماشي. كمون وملح وفلفل على الايه؟ عايز احط شطة؟ احط شطة او احط فلفل حامي. انا ممكن بقى عشان هي مسقعة كده دايما بيحبوا مسقعة حامية، ممكن اقطع لها قرن فلفل حامي كده على الصلصة، او احمر معاها يعني زي ما انت عايزه بقى. قرن واحد كده او نص او بلاش، يعني حسب ما انت عايزه. واسيبها بقى ايه تغلي مع بعض شويه. اروح ارص بقى الايه البتنجان عشان نعمله هو والبطاطس. عايز حطي فلفل مقلي حطي زي ما انت عايزه. كده انا رصيت البتنجان وال البطاطس طبعا بالكميه اللي انت عايزاها تعمليها، فانا قلت ايه هي كفايه طبقه حلوه كده. تمام. انا كده خلاص مسقعه اهي، هبدا بقى انزل هنا. خلاص خدت لها كام غلوه كده، انزلها بقى مع الايه، مع المسقعه دي، وانزل عليها الحمص كده، واسيبهم مع بعض في الفرن بقى شويه ايه يتسبكوا، ياخدوا طعم حلو مع بعض بقى. والحمص طبعا مفيد جدا، فانا ضفت كمية بروتين حلوة قوي للايه للطبخة بتاعتي.